محاضرتنا اليوم شباب هي البايوكيميكال تيست الجزء الثاني. اليوم تقريبا عندنا خمس تيستات ايضا نفس الفكره مال ذيك المحاضره. مثل ما تعرفون احنا طبعا بالمحاضره السابقه شفنا التغيرات اللي صارت، قد يكون التغير تفاعل لوني، تحول باللون نتيجه وجود البي اتش انديكيتر او الريجنت. دكتور؟ نعم. دكتور بس الرابط الثاني الصورة راحت. الصورة راحت، اوكي. دكتور انا الرابط اول ما بالصورة. اي هسه تمام. اي تمام شباب انا شفت بس لين ما فتحت ال اوكي شباب. شكرا. اوكي العفو. شباب هاي المحاضرة كلش مهمة. فيها حكي هواية وبيها تفاصيل، وعرفنا شلون نقراها عن طريق نقسمها إلى أجزاء. إذا أكو بي اتش إنديكيتر نحفظه، إذا أكو بوزيتيف رياكشن، البوزيتيف رياكشن أقصد به هو التفاعل اللي صار قدام عيني اللي شفته بعيني وقلت إنه هذا صار رياكشن، هذا أسميه البوزيتيف رياكشن. بالإضافة البوزيتيف بكتيريا والنيجاتيف بكتيريا لهذا التيست، تمام؟ بالاضافه انه نحفظ البرنسبل، واقصد بالبرنسبل وانا يمكن قلتها بالمحاضره السابقه للشباب اللي دخلوا يوم الاحد. البرنسبل اقصد به لا اقصد طريقه العمل، طريقه العمل البروسيجر ما مو هاي الفكره. البرنسبل هو الميكانيزم اوف اكشن. اكو اول اربع خمس سطور من التيست مكتوبه لي قدام، هي هاي طريقه برنسبل مبدا العمل، تمام. زين نجي على البايو كيميكال تيست التكمله. لحظه شباب ادخل. اوكي زين نجي على اول تيست اللي يسمونه TSI او تربل شوجر ايرون اجار تيست. هذا طبعا من التيستات المهمه جدا. اليوم بالتحليلات الحديثه بداوا يستعاض عنا باجهزه يعني فولي اوتوميتد تسوي هاي التيستات كلها اللي شفناها عن طريق جهاز الكتروني او جهاز خاص موجود بالمختبرات الحديثه. تستعيض عنا تعرفون كل تيست يحتاج الى انه نزرع البكتيريا هذا التيست، ننتظر 24 ساعه او 48 ساعه يلا نشوف النتيجه. اليوم استعاض عنا باجهزه حديثه تعطينا نتائج الاختبارات خلال دقائق. زين TSI او تربل شوجر ايرون اجار من اسمه، تربل يعني ثلاثي، شوجر ايرون اجار اذا اكو بالموضوع شوجر، تمام. كنا مر علينا سابقا دوره التحلل السكري، صح لو لا؟ منو يقول لي اهم ناتج عرضي من تحلل السكر تكون شنو؟ اوكي لا انا مو اقصد بالطاقه، اقصد بالمواد اللي راح تتكون. راح يتكون عندنا البايروفيت. لا شباب سي او 2 لا راح يتكون عندنا، حتى اجاوبكم انا راح يتكون عندنا اسيد. اوكي حامض، معروف انه من يتحلل السكر راح يتكون عندنا حامض، تمام. هذا هو مبدا العمل. تحلل السكري لما يتحلل السكر يتكون عندنا حامض. هنا التربل شوجر ايرون شباب غالبا هو الانديكيشن اللي بيه هو عن طريق التحلل او سوري التحول اللوني، التحول اللوني، تمام. اليوم تيستات مالتنا كلها عباره عن تحول لوني. احنا ذيك المحاضره مرت علينا تحول لوني ومر علينا غير تفاعلات. اليوم المحاضرة مالتنا هي عبارة عن تحول لوني. زين التربل شوجر ايرون هذا هو عبارة عن اجار. اوكي هذا الاجار حاوي على ثلاث انواع من السكريات، الجلوكوز اللاكتوز والسكروز. اللاكتوز والسكروز نسبتهم موجودة 1%، تركيزهم موجود بهذا الاجار 1%، في حين الجلوكوز 0.1 عشر يعني 0.1.
زين هذا طبعا راح يحلل السكر نتيجة وجود البكتيريا القادرة على تحليل السكر، وبالتالي تكون أسيد. هذا الأسيد بوجود الـ pH indicator راح يحول لون الوسط، راح يحول لون الوسط. زين هنا أنا طبعا الـ pH indicator هو الفينول ريد، فينول ريد. وين مر علينا الفينول ريد؟ يلا شباب من يتذكر؟ التايتريشن؟ لا pH indicator الفينول ريد. من يتذكر؟ مر علينا لو ما مر علينا؟ بالمكان كي هذا مر علينا. زين بالتيست القديم زين خلينا نسأل سؤال. باليوريا هاي كرايسيس كم كان pH indicator؟ الفينول ريد. فينول ريد بالضبط بالضبط. زين شوفوا هي المعلومات متداخله، وهي هاي حقيقه المحاضره شويه يعني بيها معلومات هوايه، فيصير واحد مرات عنده كثره التيستات يصير عنده كونفيوجن. اوكي فشويه يعني شدوا حيلكم اقروا زين. زين طيب هنا قلنا pH indicator اللي راح يتحسس لاي تكون للاسيد هو الفينول ريد، تمام؟ زين شلون راح اشتغله؟ هذا اللي هنا انتهى البرنسبل. هنا راح نجي على طريقه العمل. بي اس اي سلانت. سلانت تعرفون شنو سلانت؟ حكيناها سابقا. شنو اقصد بالسلانت؟ يكون بشكل مائل. بالضبط صب الميديا بالتيوب بشكل مائل نسميها اجار سلانت. أنا راح أجي أزرع البكتيريا اللي أنا أريد أشوفها. شنو هاي البكتيريا؟ طبعا على فكرة هذا التيست هو خاص بالأنتيرو بكتراسيا فاميلي، هاي العائلة اللي تضم على سبيل المثال تضم الإيكولاي، تضم الكليبسيلا، تضم الأنتيرو بكتر، تضم السودوموناس، تضم البروتياس، هو هواية هواية الشيجيلا سالمونيلا، هذني كلهن ضمن عائلة. وطبعا عائلة كلش كبيرة، أنا يعني يمكن ذكرت يمكن 5% من الأسماء البكتيريا الموجودة بهاي العائلة، عائلة كبيرة ومهمة جدا. هذا التيست هو خاص بأعضاء هاي العائلة. أوكي زين أجيب البكتيريا اللي أنا ما أعرف شنو نوعها، راح أزرعها بال TSI سلانت أجار، يا أما أزرعها على السطح بشكل زيجزاج إذا تذكرون الزيجزاج، أو أسوي له ستابينج يعني داخل التيوب واجي احضنها بالحاضنه لمده 24 ساعه، وراح اشوف التخمر السكري، تخمر السكري في حال وجود البكتيريا، التخمر السكري. زين بس راح اشوف التخمر السكري؟ لا، راح اشوف امور اخرى، ولكن اهم تحول هو التحول السكري. بعد راح اشوف ممكن اكو بعض انواع البكتيريا راح تكون لي غاز، تمام؟ راح تكون لي غاز، اكو نوع من انواع البكتيريا تسوي لي ال H2S، ال H2S production. اوكي ال H2S production. زين هنا انا شوفوا هذا السيت احنا نسميه سيت مال تي اس اي، سيت مال تي اس اي. هنا انتبهوا لي، هذا قد يجيكم بالامتحان، قد يجيكم بالامتحان. ال تي اس اي اجار، هذا السلانت، هذا السلانت الصب مالته الاجار، شلون راح تقروه اخوان؟ راح يجيكم بالامتحان. سوري انا يعني طبعا هاي الماده ما داخله بالامتحان مال اسبوع، هذا الاسبوع، ولكن قد نسوي لكم امتحان بيها، تمام؟ لان انتم تحتاجون اكثر من كويز حتى نطلع لكم درجه المد السعي مالتكم بالعملي. شباب هذا ينقري كالتالي، اقسم اليوتيوب الى جزئين. الجزء اسميه السلانت، اوكي، اللي هو التوب، واكو جزء اسميه البوتوم الاسفل، تمام؟ سلانت المنطقه العليا، التوب العليا، واكو منطقه اللي هي البوتوم. اخوان اكو المؤشر ده يطلع قدامكم اللي ده هسه مثلا ده اشر بيه لو لا؟ دكتور ما يطلع، ما يطلع؟
لا موجود موجود. موجود طب. تمام. إذا هاي المنطقة إحنا نسميها السلانت، وهاي المنطقة السفلى نسميها البوتوم. تمام. فإحنا من نجي نقرأ النتيجة مثل ما تلاحظون على الأعلى اليسار، يعني مثلا هنا ريد على ريد مثلا، أوكي نقدر نقول سلانت على بوتوم. أوكي شباب، سلانت على بوتوم. زين، راح تلاحظون انه اللون الطبيعي للتي اس اي هو يكون هذا اللون الاحمر، هذا اللون الاحمر. في حالة وجود بكتيريا قادرة على تخمر او تخمير السكر وانتاج اسيد، راح يتحول اللون بوجود البي اتش انديكيتر. نعم، الرابط الثالث ما بي صوت، ما يسمعون الشرح ليش؟ ما اعرف، بس قالوا لي اصدقائي بي. يعني كلها مفتوحة للمايكات، المايك مفتوح شباب، المايك مفتوح. أخاف أكو بعد، يعني ما مفتوح شباب تسمعوني؟ يعني صراحة أقول مثلاً آي حسن أو هبة أنوار أو مشتبة أو طيبة، تسمعوني شباب؟ يقين رعد. نرجع لموضوعنا. زين، شلون راح أقرأ الإسلام شباب؟ هذا الموضوع مهم جداً، هذا يعني سؤال، سؤال 100% يجي عليه. شلون راح اقرا السيت مال التي اس اي؟ في البدايه مثل ما اتفقنا انه نقسمه الى جزئين، جزء نسميه السلانت وجزء نسميه البوتوم، هذا الجزء العلوي والجزء السفلي. اوكي، اذا اكو تغير لوني نتيجه تحول السكر الى اسيد، زين راح نجي نلاحظه. يعني هسه مثلا اي كيوب اي ريد على ريد، ريد على ريد، اكو تغير لوني؟ ماكو تغير لوني. معناها شنو؟ معناها انه البكتيريا هاي ما تمكنت من تخمر او تخمير السكر وتكوين اسيد. واضح؟ اذا نو شوجر فرمنتيشن، نو شوجر فرمنتيشن. البي هو الكنترول مالتنا، اقصد الكنترول هي الحاله المثاليه اللي اقيس بيها او اقارن مع الـ مع التيست البوزيتيف. تمام. زين، سي اللي هو التيوب الثالث، سي اللي بالوسط، راح نشوف انه الجلوكوز فرمنتد بات لاكتوز اند سكروز نوت فرمنتد. مثل ما تتذكرون بالبدايه المحاضره قلنا الجلوكوز نسبته اقل، الجلوكوز سبته اقل، فبالتالي عمليه تخميره راح تكون اسرع. اوكي شباب، عمليه تخميره تكون اسرع، بالاضافه لانه الجلوكوز نتيجه النسبه القليله به راح يبدي ينزل للاسفل. فنلاحظ انهم نتيجه وجود السكر وتخمر السكر وتكوين اسيد هنا بوجود البي اتش انديكيتر تغير عندنا اللون الى اللون الاصفر. فمن شلون اقرا النتيجه؟ راح اقول يلو، سوري ريد، السلانت ريد، والبوتوم يلو. تمام، بوتوم يلو. زين، اي ثينك هاي البكتيريا هي الشقله، اي ثينك البكتيريا شقله. هاي راح اثبت لكم اياها ان شاء الله، بس اثبتها، اتاكد من عندها واثبتها. هاي هي البكتيريا، هي الشقله. اوكي، هذا مثلا يجيك تيوب واقول لك ايدنتيفاي بكتيريا. من اقول لك ايدنتيفاي بكتيريا مو تذكر لي بس اسم البكتيريا، تقول لي اولا السلانت ريد، البوتوم يلو. اوكي، اكو غاز برودكشن؟ لا. هسه شلون نعرف الغاز برودكشن؟ هسه راح ارجع لكم عليه. تلاحظون التيوب رقم دي، يعني سوري الدي، التيوب الرابع دي، تلاحظون انه الاجار مرتفع، الاجار مرتفع عن القعر. هذا معناها شنو؟ معناها انه هاي البكتيريا تنتج غاز، غاز برودكشن. غالبا هي بكتيريا الايكولاي، الايكولاي هي تنتج هذا الغاز، غاز برودكشن، غاز برودكشن. فدفعت الميديا نحو الاعلى وصار كراكنج، تشقق بالميديا،
نتيجة تكون الغاز. أوكي زين، شلون راح أقرأ دي؟ راح أقول سلانت التوب، يعني سلانت شنو؟ يلو. يلو أسيدك لو ألكالين؟ أسد. أسد جود، أسد تكون لأنه ما دام تحول اللون يعني معناها أكو أسد، إذن أسد. أوكي أسدك على أسدك، أسدك على أسدك، تمام، أسدك على أسدك، يلو على يلو، واضح؟ يلو على يلو. أكو تخمر. نعم أكو تخمر يعني. أكو تخمر، هاي واحد. إذن غاز سوري شوغر فرمنتيشن وغاز برودكشن، مثل ما تشوفون الكراكنج دفعة الميديا نحو الأعلى. إذن غاز برودكشن، أوكي هنا أنا راح أقول لك ايدنتيفاي بكتيريا، يعني إذا جاك هذا التيوب أقول لك ايدنتيفاي بكتيريا، راح تقول لي أسيدك على أسيدك، يلو على يلو، تمام. غاز برودكشن H2S نو نو H2S found، ماكو H2S، إذن هاي البكتيريا هي الإيكولاي، هاي فالظاهرة تنعرف فيها الإيكولاي، سجلوها يمكن. زين نجي على تيوب إي، تيوب إي التوب شنو؟ فاين. أنا أعرف بيرد شباب، لا يعني شو نقول على اسم without. شو نسمي شو نسمي الكلاي الكلاين لو أسدك الكلاين الكلاين جود الكلاين على أسدك على أسدك جود. أكو غاز برودكشن؟ لا نو غاز برودكشن. H2S هذا ال H2S شباب، هاي المادة ال H2S، ال H2S تصير بلاكينج سوداد، تصير سوداد بالتيوب بالميديا، سوداد بالميديا، غالبا هي السالمونيلا، غالبا بكتيريا السالمونيلا هي اللي تسوي لنا هذا الاسوداد. اوكي فاذا جاك هذا التيوب اقول لك ايدنتيفاي بكتيريا، شلون راح تفسر لي النتيجه؟ راح تقول لي الكلاين على اسيدك، ريد على يلو، نو غاز برودكشن، H2S found أو H2S positive، واضح؟ بعدين يلا تكتب لي اسم البكتيريا. أوكي شباب أكو سؤال لي هنا، شباب أكو سؤال دكتور؟ بس اللي أكبر شنو اسم البكتيريا؟ سالمونيلا. أوكي السالمونيلا ايضا يعني يكون جلوكوز يعني فيرمنتيد، بس اللاكتوز والسكروز يعني. هذا اذا سالتك، ليش صار التخمر جزئي راح تجاوبني، تقولي لانه نسبه الجلوكوز نسبه قليله اللي هي 0.1، فبالتالي وهذا طبعا راح تتركز نحو الاسفل بالاسفل ويصير بها عمليه تخمر اسرع من بقيه السكريات الموجودة اللي هي من السكروز واللاكتوز اللي تكون نسبتهن 1%. دكتور الاي بي اسد على اسد؟ نعم الاي والبي اسد على اسد؟ الاي والبي شلون اسد على اسد؟ اكو تغير باللون؟ هو هذا اللون الاصلي. نانا الاسد لما يتكون اسد راح يصير لون اصفر، يعني هنا أنا شوفوا شباب البي هو الكنترول، اقرأ البي كنترول، إذن هو مدام كنترول أصلا أنا مزارع بي بكتيريا، هذا اللون الأصلي الستاندر اللي تجي بي الميديا، لون الميديا الأصلي، تمام. الأصفر هو الأسد شباب، الأصفر هو الأسد، واضح؟ تمام. زين دكتور؟ نعم. شنو الفرق بين الاي والبي؟ الاي زرعت بكتيريا بس ما صار اي تغيير،
ان هاي البكتيريا قد تكون اي بكتيريا من غير عائله، مو شرط. يعني لو جبت مثلا ستاف اللي هي مو من عائله الانتيروبكتراسيا وزراعتها هنا، ما راح تنطيني اي تغير، راح يبقى اللون يعني ستي، يعني نفسه ستي، ماكو اي تغير، واضح؟ ما راح يصير شوغر فرمنتيشن. في حين البي هي لون الميديا، لون الميديا هاي، هذا الكنترول اسوي هذا، يعني ازرع الكنترول او احضر الكنترول حتى اقارن. قد تكون الميديا مالتي اكسباير، قد تكون ثالثه مخزونه بشكل غير جيد، متحول لونها، قد صاير كونتام بكتيريا مثلا، قد يكون مثلا واسطتها بكتيريا من نوع معين وملوثه الميديا مالتي. على فكره هي ايضا يعني قبل الزرع هم تدخل تعقيم، وتدخل اذا تذكروها اخذناها بالستيرلايزيشن ايضا نفس الحاله، نعقمها قبل ما نزرع بها، واضح؟ نعم واضح دكتور. نعم، شنو اسم البكتيريا بالتيوب دي؟ تيوب بي ما بي بكتيريا يعني، ما دي 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 اي كولاي. تمام شكرا. اوكي دكتور، وتيوب سي شنو البكتيريا؟ ايش تقول له؟ تمام، والاي سالمونيلا. انت احفظ الظاهره الغريبه حتى ما تنساها. الاتش 2 اس برودكشن هي السالمونيلا، الغاز برودكشن هي الاي كولاي. تمام زين، اذا ماكو سؤال حتى نحول على التيست المهم جدا اللي هو الانفيك تيست. الانفيك تيست ايضا هذا التيست هو خاص ب البكتيريا، يعني عائله الانتيروبكتراسيا، عائله الانتيروبكتراسيا. هاي العائله مثل ما تعرفون يعني هي جرام نيجاتيف غالبا، هن اغلبهن او مغلبهن كلهن جرام نيجاتيف. اوكي، نون سبور فورمينج، ما عندنا من عائله الانتيروبكتراسيا وحده سبور فورمينج. زين، بالاضافه الى انه نقدر ان نقسمها او نصنفها الى اللاكتوز فرمنتر، انه تقدر تخمر اللاكتوز او نون لاكتوز فرمنتر. اوكي زين، هو شو عن الانفيك؟ الانفيك هو مصطلح او مختصر لاربع تيستات مهمه جدا، اللي هي الاي يشير الى الاندول، الام مثيل ريد، في فوجس بروسكاور، والسي ستريت. هذا هو الانفيك، اندول، مثيل ريد، فوجس بروسكاور، ستريت يوتيلايزيشن. زين، نجي على اول تيست اللي هو الاندول. زين، نرجع الموضوع السابق، انه بكتيريا عندها انزيم اسمه هنا اسمه التريبتوفاينيز. شوفوا شباب، راح اعلمكم على شغله هاي تختصر عليكم وما تنسوها بعد. عندنا بكتيريا اثنين انواع من البكتيريا، اللي هي الايكولاي والكليبسيلا. الايكولاي والكليبسيلا اول تيستين هي مو انفيك، اندول، مثيل ريد، فوجس بروسكاور، ستريت. لاني اربع تيستات، اول تيستين الايكولاي بوزيتيف والثالث والرابع نيجاتيف. الكليبسيلا عكسها، حتى بعد ما تنسوها احفظ واحد الثاني عكسه، يعني انفيك اي ام هاي الايكولاي بوزيتيف، في سي الايكولاي نيجاتيف. الكليبسيلا اي ام الكليبسيلا نيجاتيف، في سي الكليبسيلا بوزيتيف، عكس الايكولاي. احفظ الايكولاي الكليبسيلا عكسها، واضح؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. تمام زين، اذا هنا عندنا اول تيست الاندول، نجي ناخذ البرنسبل مالته، مبدا عمله. اكو امينو اسيد اسمه التريبتوفان، اكو بكتيريا اللي هي الايكولاي عندها انزيم اسمه تريبتوفاينيز، مثل ما اتفقنا بالمحاضره السابقه، كل كلمه تنتهي ب اي اس اي هذا شنو معناها؟ معناها انزيم، انزيم. اوكي، هذا الانزيم اللي تمتلكه بكتيريا الايكولاي قادر على
هايدرولايز تحليل التريبتوفان الى شنو؟ الى مكونات البسيطه اللي تتغذى عليها البكتيريا اللي هي الاندول والبايروفيك اسيد والامونيا. اندول بايروفيك اسيد والامونيا. هنا عندنا ري ايجنت اسمه كوفاكس ري ايجنت. هذا الكوفاكس هذا يكشف عن وجود الاندول، يكشف عن وجود الاندول. من راح اضيف الري ايجنت هذا مالتي راح تتكون حلقه حمراء الى ورديه اعلى التيوب، حلقه رايت مش يعني خلينا نقول براقه رايت ريد رينج ان ذا توب اوف ذا تيوب. اسم الريجنت مهم، كوفاكس ريجنت. نشوف الصوره مالته، شوفوا شباب هنا برايت ريد اور بينك رينج اراوند ان ذا توب اوف ذا تيوب. اوكي هذا معناها شنو؟ معناها انه هاي البكتيريا بوزيتيف، البكتيريا البوزيتيف اذا سالك البكتيريا البوزيتيف فور ذيس تيست هي الاشريشيا كولاي، البكتيريا النيجاتيف فور ذيس تيست هي الكليبسيلا. واضح؟ اكو سؤال هنا شباب؟ اكو سؤال؟ يعني هذا يعني ماكو غير تيست يسوي الحلقه، فقط الاندول هو اللي يسوي الحلقه. اسم الريجنت كوفاكس ريجنت، البكتيريا البوزيتيف هي الايكولاي، النيجاتيف هي الكليبسيلا. زين هنا نجي على التيست الثاني الميثيل ريد هذا هنا تجي على شكل ميديا. اوكي هنا تجي على شكل ميديا، ميديا هي بيبتون ووتر يعني سائله، بكتيريا ميديا سائله اسمها ميثيل ريد ميديوم. اوكي او يسموها الجلوكوز فوسفيت بيبتون ووتر بروث، لما نقول سائل يعني نقصد به بروث. نفس الفكره راح يصير هنا تخمر سكري واكو بي اتش انديكيتر اللي هو الميثيل ريد بي اتش انديكيتر نتيجه تحسسه للتخمر السكري راح يقلب اللون هنا. شوفوا شباب هنا طبعا احنا كل الكلام ده نحكي عن الانتيرو بكتر عاسية. عندنا الاشريشيا كولاي والسالمونيلا والبروتياس، هذني قادرات على تخمير السكر زين، وتكوين الاسيد. فبالتالي هنا راح البكتيريا راح تتحسس لوجود البي اتش انديكيتر راح يتحسس لوجود الاسيد، وبالتالي يقلب اللون هو يجي اللون الاصفر، اللون الميديا هي الاصفر نتيجه تكون اللون. راح المثير ريد اللي هو بي اتش انديكيتر راح يتحسس لوجود الاسيد ويقلب لون الميديا الى اللون الاحمر. اوكي مثير ريد ميديا. فاذا البكتيريا اللي هنا تشوفوها الحمراء البوزيتيف هو منو؟ هي الايكولاي إشريشيا كولاي. اتفقنا الإيكولاي بوزيتيف نيجاتيف الكليبسيلا نيجاتيف بوزيتيف. اوكي هيش نحفظها حتى بعد ما ننساها. زين الإشريشيا كولاي هنا الميديا هي الجلوكوز فوسفيت بيبتون ووتر، هذه تكون على شكل بروث مادة سائلة. تمام البي اتش انديكيتر هو الميثيل ريد هو البي اتش انديكيتر. زين من يكون الوسط اسيدك راح يقلب اللون الى الاحمر. اكو سؤال؟ واضح دكتور. تمام هذا هو المثير ريد الاشريشيا كولاي بوزيتيف الكليبسيلا نيجاتيف. زين دكتور؟ نعم بس الريد هو البوزيتيف مو؟ شنو هو؟ يعني الريد هو البوزيتيف. الريد هو البوزيتيف لانه البي اتش انديكيتر هو اسمه مثيل ريد، فاربط مثيل ريد هو من اسمه مثيل ريد اكيد يعني راح يقلب اللون الى الاحمر. واضح؟ الوسط الحامض ضمن الوسط
هو هذا اليلو، هذا اليلو يجي الستاندر اللي يجي من الشركة، اللون اللي يجي الأصلي. من راح أجي أزرع بيه بكتيريا، من هي البكتيريا اللي راح أزرعها بيه؟ ممكن أزرع الأشريشيا، السالمونيلا، البروتياس، هذني كلهن وخصوصا الأشريشيا هذني قادرات على تخمر، تخمير السكر. من يخمرن السكر الموجود بالوسط راح يتكون أسد، اتفقنا من بداية المختبر انه اي وجود لاي وجود للسكر او اي تخمير للسكر الناتج العرضي مالته هو تكون حامض اسد. تمام، انا حلو وصلت دكتور. اوكي اي في اسد الاحمر يكون يعني الحامضيه تكون اقل. البي اتش انديكيتر يتحسس لتكوين الاسد اوكي ويغير اللون، هاي الفكره، هذا مبدا العمل. نانا الميثيل ريد هو البي اتش انديكيتر اوكي، اذا الميثيل ريد هو البوزيتيف. دكتور نعم دكتور، قبل شويه بالسيت كان الاحمر هو الكالاين واليلا هو الاسيد. اي ما لها علاقه، ما لها علاقه. هو هذا شوف اخوان، هي هاي واحدة من الـ يعني الـ المساوئ مال هذا المختبر، انه يدوخك، لازم تكون قاري له زين. كل حاله بحالتها، كل حاله بحالتها، ما لها علاقه، ما لها علاقه. يعني مو شرط، مو ستندر انه اذا كان احمر معناها اسد واذا كان اصفر يعني، لا، كل حاله بحالتها. هنا هذا التحول اللوني نتيجه استخدام البي اتش انديكيتر اللي هو المثيل ريد. المثيل ريد كيس باي كيس اخوان، كيس باي كيس، ما له علاقه، فتحفظها كيس باي كيس. مو شرط انه لانه تحول الى اللون الاصفر قد يكون اسد، واذا اللون الاحمر لا ماكو اسد، مو شرط. كل اختبار، كل اختبار حسب الاختبار الموجود. تمام تمام دكتور، شكرا. اوكي زين، هنا ماكو سؤال شباب حتى نحول على التيست الثالث. التيست الثالث اللي اسمه البوغس بروسكاور، بوغس بروسكاور، نفس الفكره، مستمرين بنفس المبدا، مبدا العمل اللي هو تخمر السكر. تخمير السكر راح يكون اكو نتيجه تخمير السكر زين، راح يتكون عندنا فد ناتج عرضي اسمه 2-3 بيوتانيديل اوكي. هذا الناتج العرضي لتخمير السكر، من راح يتواجد بال يعني كناتج عرضي موجود بالميديا، راح نستخدم ريجنت اسمه باريتس ريجنت. شباب من اسالكم عن الريجنت او البي اتش انديكيتر او اي شيء وموجود بيه تفاصيل تخلوا لي بين قوسين. اذا البارس ريجنت مكون من شنو؟ مكون من 40% كي او اتش و5% الفانفثول. وين هذا؟ ان ابسوليوت ايثانول. هذا هو عباره عن تفاصيل الريجنت ماله، 40% كي او اتش، يعني من تكتب لي اقول لك اسالك اعطيني الريجنت، الريجنت المستخدم هنا أنا راح تقول لي باريتس ريجنت، تفتح قوس 40% كي او اتش 5% الفانفثول ان ابسوليوت ايثانول. واضح؟ واضح شباب؟ زين، من راح اضيف الريجنت هذا ايش راح يصير؟ راح يصير شباب، راح يتحول لون الوسط الى اللون التشيري. شنو التشيري؟ لون الكرز. عفية، لون الكرز، اللون الكرزي الوسط راح يتحول إلى اللون الكرزي. زين، هنا من البكتيريا البوزيتيف؟ كليبسيلا. عاشت يدكم، بعد ما ننساها، خلاص لأن حفظناها، أنها أول اثنين بوزيتيف إيكولاي، ثاني اثنين نيجاتيف، والكليبسيلا بالعكس، أول اثنين نيجاتيف وثاني اثنين بوزيتيف. اذا هنا البكتيريا البوزيتيف هي كليبسيلا. شوفوا شباب كليبسيلا، هذا اللون التشيري. طبعا هاي الصوره مو واضحه كلش، اكو صوره هسه بنهايه المحاضره بعد اوضح من عندها. اللون الكرزي، اللون الكرزي اوكي. هنا البكتيريا البوزيتيف هي الكليبسيلا. اكو سؤال شباب؟ اكو سؤال؟ زين، نجي على المحاضره، عفوا الاختبار الاخير، الاختبار الاخير هذا شوي اريدكم تركزوا لي اياه، البرنسبل مالته يراد له تركيز. زين شباب، هنا البكتيريا، بكتيريا تحتاج الكربون
كمصدر للطاقة تحتاج الكربون كمصدر للطاقة. زين، هنا البكتيريا تستطيع أن تستخرج الكربون من الستريت، تستخرج الكربون من الستريت. أوكي، يعني مصدر الكربون بالنسبة للبكتيريا هو الستريت. هاي البكتيريا اللي هي الكليبسيلا عندها أنزيم اسمه ستريت بيريميز، ستريت بيريميز عفواً اسم الأنزيم ستريت بيريميز، هذا يستطيع أن يحلل أوكي أو يكسر الستريت ويطلع من عنده الكربون. واضح لي هنا أنا شباب؟ اللي ما فهم خلي يقول لي، خلي أعيد أعيد من البداية. يا دكتور أعيد. أعيد أعيد. البكتيريا تحتاج الكربون كمصدر للطاقة، اتفقنا؟ الستريت هو مصدرها للكربون. الستريت مادة الستريت هو مصدرها للكربون. ليش؟ لأنه هي عندها أنزيم اسمه ستريت بيرميز. هذا الأنزيم ستريت بيرميز قادر على تكسير أو تحليل مادة الستريت واستخراج الكربون من عنده. واضحة لا مو واضحة؟ لا دكتور واضح. تمام زين، بس هاي العملية، هاي العملية مثل ما مرت علينا هاي المحاضرتين السابقة كلها، احنا من لازم نواتج عرضية، صح لو لا؟ بالبداية هاي البكتيريا راح تحول الستريت الى بايروبيك اسيد وسي او 2، بايروبيك اسيد وسي او 2. تمام، انا عندي هنا ميديا اسمها سايمون ستريت، هاي تجي جاهزة سايمون ستريت اجار، هاي المادة اللي اكشف بيها عن وجود الكليبسيلا. هاي سايمون ستريت اجار تحتوي على صوديوم ستريت كمصدر للكربون، واكو امونيا اوكي، واكو نيتروجين، واكو بي اتش انديكيتر. هاي مكونات هاي الميديا. انا اللي يهمني من هو؟ يهمني مصدر الكربون، اللي يهمني مصدر الكربوني صوديوم ستريت. زين، هذا التيست هنا من راح يبدي يصير هذا التيست راح يتحرر شنو؟ الاوتو، صح لو لا؟ هنا لما البكتيريا تبدي تكسر هذا الستريت زين وراح ينطلق عندنا السي او 2، راح ينطلق يتحرر السي او 2. هذا السي او 2 راح يتحد ويا الصوديوم ستريت الموجود بالميديا اوكي تمام، بوجود الماء راح يتكون عندنا صوديوم كربونيت، صوديوم كربونيت اللي هو Na2CO3 اعتقد، صحيح شباب؟ Na2CO3 هذا قاعدي، هذا المنتج هو قاعدي. احنا بالميديا ايش عندنا؟ عندنا برومو ثايمول بلو اللي هو البي اتش انديكيتر اللي راح يعني يتحسس لوجود القاعده او القاعديه الالكالاين. تمام، راح يحول اللون الى اللون الازرق، راح يحول اللون الى اللون الازرق. لون الميديا هو اخضر نتيجة وجود الألكالين برودكت، راح يتحول اللون إلى اللون الأزرق. شنو شباب؟ اتهمتوا لو أعيدها؟ شوية مزعجة هذا التست. يعني راح أعيده. راح أعيده من جديد. شباب انتبهوا لي، المادة شوية صعبة. هذا التست صعب. البكتيريا تحتاج الستريت كمصدر للكربون. تمام؟ عندها المقدرة على تكسير الستريت، وجود انزيم هي تملكه، انزيم اسمه ستريت بيرميز. لما يتكسر الستريت راح يتكون عندي، راح يتكون بايروبيك اسيد وسي او 2. انا اللي يهمني هو سي او 2 اوكي. زين، انا عندي ميديا هاي اللون الاخضر، هاي الميديا تشوفوا هاي الميديا الماده الخضراء اللي على اليمين، هاي الميديا مالتي من اجي ازرع البكتيريا بيها. هاي البكتيريا بيها طبعا، هاي الميديا سوري، هاي الميديا بيها اربع شغلات.
بها صوديوم سيترايت اللي هو مصدر للكربون. مادة السيترايت مو قلنا مصدر الكربون، وبيها أمونيا وبيها نيتروجين، واللي يهمني كلش البي اتش انديكيتر اللي اسمه البرومو تايمون بلو. البي اتش انديكيتر برومو تايمون بلو. زين، من تبدي البكتيريا تكسر السيترايت راح يتحرر، شنو قلنا؟ راح يتحرر السي او 2. اوكي، يتحرر السي او 2. السي او 2 المتحرر راح يتحد ويا من؟ ويا الصوديوم. مو قلنا واحده من مكونات هاي الميديا صوديوم سيترايت؟ السي او 2 المتحرر نتيجه تكسير السيترايت راح يتحد ويا الصوديوم، راح يتكون عندي صوديوم كاربونيت Na2CO3. Na2CO3 هذا المنتج هو الكالين. الكالين راح تتجمع، راح يتجمع الالكالين برودكت بالميديا. من اللي راح يتحسس له؟ راح يتحسس له البرومو تايمول بلو اللي هو بي اتش انديكيتر. برومو تايمول بلو بي اتش انديكيتر، وبالتالي راح يقلب اللون، يقلب اللون من اللون الاخضر الى اللون الازرق. اخوان انتبهوا، مرات البي اتش انديكيتر ينطيك انطباع شنو اللون اللي راح يتحول له. هو اسمه برومو ثايمول بلو، اذا راح يحول اللون الى الازرق. واضح شباب؟ واضح. اذا من هنا البكتيريا الاخضر من هو يا بكتيريا؟ الشرشيا كولاي. جود، الشرشيا كولاي. واللون الازرق كليبسيلا. جود شباب، افتهمتوا لو اعيدها؟ واضح دكتور. دكتور واضح. واضحة؟ واضحة دكتور. اوكي تمام. هاي صورة اوضح، هاي صورة اوضح. شوف الكليبسيلا، كليبسيلا بدأت هنا تتكون، لو ننتظرها بعد اكثر بالصورة اللي على اليمين ممكن تقلب اللون كله للون الازرق. اوكي، هاي الصورة واضحة. النيجاتيف هي الاشريشيا كولاي. هاي مراجعة سريعة لكل التيستات شباب، ناخذها من اليسار، ناخذها من اليسار. يلا خلينا نراجع الانفك تيست. شوفوا شباب، اول تيست، اول تيست من اليسار، الصورة اللي على اليسار، من يقول لي البوزيتيف رياكشن هنا شنو؟ اشريشيا كولاي. هاي البكتيريا البوزيتيف، انا بدي اقول لك البوزيتيف رياكشن شنو اللي شفته وقلت انه هاي بوزيتيف؟ الريد سيركل. برايت 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 بينك اور ريد رينج، حلقه حمراء او ورديه ان ذا توب اوف ذا تيوب. زين، منو البكتيريا البوزيتيف؟ الشيكولا. تمام. الثاني، الثاني مثير ريد تيست. شو اسم البي اتش انديكيتر هنا؟ فينول ريد. مثل ريد. لا مو فينول ريد، مثل مثل ريد. مثل ريد، مثل ريد. بكتيريا البوزيتيف ايكولاي. جود جود. الثالث الفوغس بروسكاور تيست. البوزيتيف رياكشن كلكم غلط. لا يلا يقول رياكشن اخوان، يعني حتى بالامتحان فرق بين البوزيتيف رياكشن والبوزيتيف بكتيريا. البوزيتيف رياكشن معناها المشاهده العيانيه، اقصد بها اللي انت شفته بعينك وقلت هذا بوزيتيف. هنا أنا شنو البوزيتيف؟ بالضبط، عافيه. تشيري ريد، تشيري ريد. اوكي شباب، تشيري ريد. اوكي شباب، شيري رد. زين، البكتيريا البوزيتيف كلابسيلا. 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 زين، هنا انا شنو الريجنت اللي استخدمته؟ باريس ريجنت. باريس ريجنت 40% كي او اتش و 5% الفا نفثون ان ابسوليوت ايثانول. زين، اللي بالاندول شنو الريجنت اللي استخدمته؟
كوفاكس ريجنت كوفاكس ريجنت اوكي. تيست الاخير اللي على اليمين سيتريت اجار سيتريت اجار البي اتش انديكيتر برومو ثايمول بلو برومو ثايمول بلو زين. البكتيريا البوزيتيف فور ذا تيست كلبسيلا كلبسيلا نيجاتيف ريشيا كولاي تمام. اوكي شباب لهنا انتهى المختبر. احد عنده سؤال استفسار؟ هسه راح اصعدها على المنصه ان شاء الله على الكلاس روم تدللون. شباب شدوا حيلكم عندنا كويز يعني هذا الاسبوع ان شاء الله شدوا حيلكم درجاتكم بالكويز الاول عشان تسلمين. نعم دكتور الكويز بالمحاضرتين بس بالمحاضره الاولى؟ لا المحاضره الاولى مساعده لكم المحاضره الاولى. تمام دكتور شكرا. واضح دكتور؟ نعم. اي يوم الكويز؟ يعني نتفق عليه بس جماعه الاحد يتحضرون جماعه الاحد يتحضرون جماعه الاثنين يتحضرون يعني احتمال كل جروب جروبه يعني مثلا يوم الاحد يمتحن يوم الاثنين يوم الثلاثاء وغالبا هو هيك راح يصير يعني انا اخذ جماعه الاحد امتحنهم الاحد. وهاي المحاضره ما داخله بالكويز مو؟ ما داخله فقط المختبر رقم 6 اللي هو البايو كيميكال تيست الجزء الاول. شباب ما راح نشتغل هذا بالمختبر؟ لا شباب ما راح نشتغله للاسباب بس راح نشوفكم اياه راح نحاول انه نجهزه نحضره. اولا هاي المواد كلش مكلفه. الشغله الثانيه تحتاج وقت يعني انت ما راح تستفاد من عندها انت بس مجرد انه راح تسوي زرع وتروح لازم ثاني يوم تجي تشوف التيست زين. فاحنا راح نسوي هاي التيستات ونحاول نشوفكم اياها اوكي. زين دكتور لا من هم؟ طبعا طبعا عيني طبعا هي هو احنا واحد احنا كلنا واحد. اي ماشي شباب. دكتور بس سؤال وات بوزيتيف رياكشن يعني اكتب اللون اذا اشوف البكتيريا البوزيتيف شنو؟ مو شرط البوزيتيف رياكشن مو شرط لون ممكن بابلز مثل الكاتاليز ممكن مثلا كوغوليز مثلا صار عندي كلوتينج اذا تتذكرين مثلا عندي بالستارتش صار شنو بالستارتش كلير زون اراوند ذا بكتيريا مو شرط اي يعني قد يكون تحول لوني تغير لوني وقد يكون غير شيء. شنو هو الرياكشن اللي صار قدامك شنو هو البوزيتيف اوكي راح تذكري لي اياه. تمام شكرا. هلا اوكي شباب احد عنده سؤال استفسار؟ تمام انا بالنسبه لي خلصت المحاضره المختبر خلص. اذا احد عنده سؤال استفسار واذا ما عندكم تقدرون تفضلون.